أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أهل البدع بيننا وبينكم الجناح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. ففي هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الموافقة للثالث والعشرين من شهر شوال لعام 35 و400 ألف من الهجرة النبوية، نواصل في درس الملحة الذي كنا قد انقطعنا عنه في خلال شهر رمضان، ووقفنا مع إخواننا في الكلام على الظرف، انتهينا من الكلام على الظرف، وناخذ في هذه الليلة إن شاء الله باب الاستثناء. هذا الدرس كم رقمه يا إخواني؟ ثم ترقمون 50، الدرس 50 تأكيد. أيوة يعني هذا الدرس 50. طيب فلح يقول هذا الدرس 50. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب الاستثناء. وكل ما استثنيته من موجب تم الكلام عنده فلينصب. تقول: جاء القوم إلا سعدا، وقامت النسوة إلا هندا. قال الشارح رحمه الله: أي أن الاسم المستثنى معدود من جملة المفاعيل، ولنصبه شروط منها أن يكون من كلام موجب بفتح الجيم، أي من كلام موجب بفتح الجيم، أي غير مسبوق بنفي أو شبهه، ولنصبه شروط، أي لنصبه وجوبا أن يكون من كلام موجب بفتح الجيم، أي غير مسبوق بنفي أو شبهه، فهو الكلام المثبت. وأن يكون المستثنى فضلة يتم الكلام بدونه، كما مثل به الناظم. فضلة، أن يكون المستثنى فضلة. ما في عندكم كلمة فضلة ولا هذا كله؟ نعم عندنا زيادة فضلة. نعم. وأن يكون المستثنى فضلة، أن تقول في نسخة فضلة يتم الكلام بدونه، كما مثل به الناظم. تقول: جاء القوم، هنا تم الكلام، وقامت النسوة تم الكلام. والفضل كما تعرفون هو الذي يأتي بعد تمام الكلام، بعد أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره. تقوم القوم إخوتك إلا زيدا، القوم إخوتك تم الكلام. قام القوم هذا جملة فعلية، القوم إخوتك جملة اسمية، والفضلة هي التي تأتي بعد تمام الكلام، بعد أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره، يتم الكلام بدونها. قال: فلو استثنيت من كلام غير تام لم يكن للاستثناء أثر،
بل يكون وجود إلا كعدمها، ويسمى الاستثناء المفرغ، فهو الذي تفرغ العامل لما بعد إلا، ولهذا سمي مفرغا، يسمى استثناء ناقصا لعدم ذكر المستثنى منه. قال: ولا يكون إلا بعد النفي. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، وسواء كان النفي بما أو بلا أو بغير ذلك، مثلا: ويأبى الله إلا أن يتم نوره، هذا مفرغ، وكلمة يأبى فيها معنى النفي، فيها معنى النفي. قال: ولا يكون إلا بعد النفي ونحوه، كقولك: ما جاء إلا سعد، وما قام إلا زعد، وما رأيت إلا زيدا، وما مررت إلا بعمر. يكون وجود إلا كعدمها، كأنك قلت ابتداء: جاء سعد، وقام زعد، وما رأيت ورأيت زيدا بدون ما، ومررت بعمر. ويختلف المعنى بوجود إلا، يختلف المعنى بوجود إلا، واضح يا إخواني؟ يختلف المعنى، وإن كان في المثالين إثبات، لكن يختلف. قال: ولعل الشيخ احترز عنه بقوله: ثم الكلام، ولم يتعرض لحكمه، لأنه جار على حسب العوامل. على كل يا إخواني، المستثنى من جملة المنصوبات، والمصنف بوب باب الاستثناء وهو يريد المستثنى، لأن الذي ينصب هو المستثنى، الذي ينصب أو يرفع أو يجر هو الاسم المستثنى، واضح؟ وعلى هذا يقال: من المنصوبات المستثنى في بعض أحواله، المستثنى في بعض أحواله، ما هو في جميع أحواله، لأن المستثنى له أحكام، تارة يجب نصبه، وتارة ماذا يجوز فيه الوجهان، وتارة ماذا على حسب العوامل. فنقول: من المنصوبات المستثنى في بعض أحواله، من المنصوبات المستثنى ولا الاستثناء؟ المستثنى هو الذي يدخل في جملة الأسماء المنصوبة في بعض أحواله. والمستثنى يعرفون بأنه الاسم المذكور بعد إلا أو إحدى أخواتها، الاسم المذكور بعد إلا أو إحدى أخواتها، مخالفا لما قبلها نفيا أو إثباتا. هذا تعريف المستثنى. ما هو المستثنى؟ الاسم المذكور بعد إلا أو إحدى أخواتها، هذا يسمى مستثنى. والمستثنى منه هو الذي يكون قبل إلا، والأداة أداة استثناء. فعندنا مستثنى وهو المذكور بعد الأداة، ومستثنى منه لأن المستثنى لا يتصور إلا من مستثنى منه، وهو المذكور قبل الأداة، سواء كان مذكورا أو كان ماذا محذوفا،
فقولك ما قام إلا زيد المستثنى منه هنا محذوف. في عندنا مستثنى ولا ما فيه؟ فيه ولكنه محذوف، والتقدير ما قام أحد، فلا يتصور المستثنى إلا من مستثنى منه. ذكر أو لم يذكر، ذكر في الكلام أو لم يذكر. والأداة التي بينهما يقال لها أداة استثناء، سواء كانت حرفا أو اسما أو فعلا. الأداة التي بين المستثنى والمستثنى منه. ما تعريف المستثنى؟ هو الاسم المذكور بعد إلا أو إحدى أخواتها مخالفا لما قبلها في الحكم نفيا أو إثباتا. معناه أن المستثنى يختلف مع المستثنى منه في النفي والإثبات، يتخالفان. فإذا كان الأول مثبتا يجب أن يكون الثاني منفيا، وإذا كان الأول منفيا يجب أن يكون الثاني مثبتا. فتقول مثلا قام القوم إلا زيدا، القوم القيام ثابت لهم أو منفي عنهم؟ ثابت. وفي حق زيد منفي، قام القوم أثبتنا القيام للقوم ونفينا عن زيد إلا زيدا، أي لم يقم. وإذا قلنا ما قام القوم نفينا القيام عن القوم، نثبته لزيد، فنقول ما قام القوم إلا زيد. زيد ولا زيدا؟ ها؟ كلاهما نعم، يجوز الوجهان. فالقيام منفي عن القوم ثابت لزيد. إذن المستثنى يجب أن يخالف المستثنى منه في النفي والإثبات، يجب أن يتخالف نفيا وإثباتا. هذا بالنسبة للمستثنى. وأما الاستثناء عرفه النحويون بأنه الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها. نعم، ولولا ذلك الإخراج لكان ما بعدها داخلا فيما قبلها. الإخراج هذا بالمعنى، الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، أو إخراج الشيء بإلا أو إحدى أخواتها. ولولا ذلك الإخراج لكان ما بعد الأداة داخلا في حكم ما قبله. مثلا عندنا قام القوم، هل فيهم زيد؟ لما نقول قام القوم هل من جملة القائمين زيد؟ أي شيخ يا عبد الله؟ قام القوم بدون زيد، بدون ما نقول إلا زيد، قام القوم هل فيهم زيد ولا ما فيهم؟ ها؟ ما فيهم. الآن قام القوم، الآن أنا أقول قام القوم، هل في هؤلاء القوم الذين قاموا زيد؟ الجواب نعم، هو يدخل ضمن القوم، فنحن نريد أن نخرجه فنقول إلا زيدا. إخراج الشيء بإلا أو إحدى أخواتها. ولولا ذلك الإخراج لكان ما بعد الأداة داخلا في حكم ما قبلها. نقول قام الناس من ضمنهم زيد، نجح الطلاب من ضمنهم زيد، ولو أردنا أن نخرجه لقلنا إلا زيدا. واضح يا إخواني؟
الفائدة التي بعد هذه: أدوات الاستثناء ثمانية. أدوات الاستثناء ثمانية، ذكر المصنف منها ستة، ذكر المصنف منها هنا ستة، وهي تنقسم إلى أربعة أقسام من حيث تنقسم من حيث الحرفية والإسمية والفعلية إلى أربعة أقسام، يعني حرف باتفاق، اسم باتفاق، فعل باتفاق متردد بين الفعلية والحرفية. أربع أقسام: حرف باتفاق، اسم باتفاق، فعل باتفاق متردد بين الفعلية والحرفية التي هي خلا وعدا وحاشا، تكون أفعالا وتكون حروفا. والمصنف هنا بدأ بالكلام على ماذا؟ على المستثنى بإلا، على المستثنى بإلا. لماذا بدأ بالمستثنى بإلا؟ لأنها أصل الباب وأم الباب، أصل الباب وأم الباب. وبعضهم كابن هشام في شرح الشذور بدأ في باب الاستثناء في المستثنى الواجب النصب الذي يجب نصبه، بدأ بالمستثنى الذي يجب نصبه. متى يجب نصب المستثنى؟ في مواضع على ما تقدم معنا في الدروس الماضية في غير هذا الكتاب، يجب في مواضع، يعني في إلا إذا كان الكلام المتقدم تاما موجبا، وفي ليس ولا يكون واجب النصب. هكذا: قام القوم ليس زيدا ولا يكون زيدا. المستثنى هنا ما عنده إلا حالة واحدة، وهي وجوب النصب. وفي خلا وعدا وحاشا إذا تقدمت ما يجب النصب. فابن هشام قدم هذه الصور التي يجب فيها ماذا؟ نصب المستثنى، هذه الصور وأمثالها التي يجب فيها نصب المستثنى. هذا مشى عليه بعض المؤلفين في باب المستثنى، يقدم المستثنى الذي يجب ماذا؟ نصبه. يقول: يجب نصب المستثنى في مواضع: الأول، ثاني، ثالث، إلى آخره. وبعض النحويين ماذا؟ يبدأ بالكلام على المستثنى بإلا بأحواله الثلاثة، ثم يذكر بقية ماذا؟ أدوات المستثنى هنا، أو أدوات الاستثناء هنا. ماذا يا إخواني؟ بدأ المصنف بماذا؟ بذكر المستثنى بإلا، لأنها أصل الباب، لأنها أصل الباب. قال المصنف هنا في هذين البيتين: وكل ما استثنيته من موجب تم الكلام عنده فلينصب، يعني يجب نصب المستثنى بعد الكلام التام الموجب، بعد الكلام التام الموجب. ايش المراد بالتام؟ متى يكون الكلام تاما؟ نعم، ها، متى يكون الكلام تاما؟ طيب، بعبارة أخرى، إذا ذكر المستثنى منه الكلام. العبارة طيبة، الأخ يقول: إذا أخذ الفعل فاعلة والمبتدأ خبره، لكن العبارة المتداولة والمعروفة ما هي؟ إذا ذكر المستثنى منه، إذا ذكر المستثنى منه حينها يجب نصب المستثنى، هذا معنى التام. والناقص
عكسه الذي لم يذكر فيه المستثنى منه. والموجب إيش معنى الموجب؟ الذي لم يسبق بنفي ولا شبهه. وشبه النفي ما هو؟ النفي، النهي والاستفهام. هذا ما حكمه؟ يجب فيه النصب، يجب فيه النصب، سواء كان الاستثناء متصلا أو منقطعا. واضح يا إخواني؟ قام القوم إلا سعدا، أين المستثنى وأين المستثنى منه؟ نعم، سعدا مستثنى، والمستثنى منه القوم، والكلام مثبت، وحينها يجب نصب المستثنى، يجب نصب المستثنى. شربوا منه إلا قليلا منهم، فشربوا منه إلا قليلا، لأن الكلام المتقدم تام موجب. واضح يا إخواني؟ قال الشارح رحمه الله: بقي عندنا فائدة، وهي: ما هو الناصب للمستثنى؟ ما هو الناصب للمستثنى؟ فيه خلاف بين النحويين، فيه خلاف بين النحويين، اختلفوا على أقوال ثمانية ذكرها صاحب التصريح الأزهري في التصريح وغيره أيضا. بعضهم يقول إلا، وبعضهم يقول المخالفة، المخالفة الحاصلة بين المستثنى والمستثنى منه، وبعضهم يقول الفعل المتقدم، وبعضهم يقول فعل مقدر. طيب، وأقوال كثيرة، أقوال كثيرة، يعني بعضها قريبة وبعضها بعيدة، بعضها قريبة وبعضها بعيدة. والذي يظهر لي والله أعلم، الذي يظهر لي أن نقول ماذا؟ العامل فيه فعل محذوف، العامل فيه فعل ماذا؟ محذوف. لماذا؟ قد يقول قائل الفعل موجود، الفعل موجود، قام القوم إلا ماذا؟ إلا سعدا، كما في هذا، أو جاء القوم إلا سعدا، فلماذا نذهب ناتي بفعل مقدر تقديره استثني سعدا او استثنيت سعدا؟ يقال الجمله احيانا لا يكون فيها فعل، مثل القوم اخوتك، القوم اخوانك الا زيدا، هنا ما عندنا فعل، القوم إخوانه إلا ماذا؟ إلا زيدا، أين الفعل هنا؟ ما عندنا فعل، إذن ما يصلح أن نقول العامل فيه هو الفعل ماذا؟ المتقدم. لماذا؟ لأنه أحيانا ما عندنا في الجملة فعل. هكذا الجملة إذا كانت اسمية ما فيها ماذا؟ فعل، ولا ما يعمل عمل الفعل. القوم إخوانك هذه كلها جوامد، ما تعمل شيئا. إذن القول الأقرب والله أعلم أن نقول العامل في المستثنى فعل ماذا؟ فعل محذوف، حتى يكون هذا القول جاريا على ماذا؟ على جميع الأمثلة. أي مثال تستطيع ماذا؟ أن يعني تجعله عليه؟ والله أعلم، هذا الذي يظهر. لا، هذا إذا ماذا بارك الله فيك؟ بالنسبة للبدل، العامل في البدل هو العامل ماذا؟
في المبدل هو تابع ما قبله، ما في شيء. طيب، نعم، وهو لا حتى طيب، هو هذا. لو قلنا إن العامل فيه محذوف مقدر تقدير أستثني أو استثنيت، هذا يجري على جميع الأمثلة، يجري على جميع الأمثلة، والله أعلم. طيب، نكتفي بهذا القدر. بعض الإخوة غائب، ذهب المحاضرة، نكتفي بهذا القدر.